معاك ده. والحقيقة احنا داخلين على فترة زحمة جدا في المباريات، يعني زي الفترة اللي فاتت، يعني ما فيش جديد. طبعا الموسم الجديد بادئ يعني خلاص، واحنا كنا في نهاية موسم الاثنين مع بعض، واللعيبة الله يكون في عونها والجهاز الفني، ولكن خلاص هي دي كرة القدم، وظروف كورونا اجبرتنا على ده. احنا عندنا مباراة غزل المحلة ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية، وبعديها على طول الفريق مسافر علشان يواجه سوني داب في دوري ابطال افريقيا. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اكد ان الاهلي هيواجه طبعا فريق سوني داب بطل النيجر في ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا يوم 23 ديسمبر ده، وقال ان الاهلي هيسافر يوم الجمعة اللي جاية وهيتجه للنيجر بعد مباراة غزل المحلة على طول في الجولة الثانية من الدوري. يمكن كمان كان كابتن سيد عبد الحفيظ حرص طبعا ان هو يكون في جلسة بينه وبين موسيماني على هامش التمرين النهاردة الصبح علشان يتكلموا عن بعض الامور الخاصة بالتحضير طبعا للمرحلة اللي جاية اللي هتشهد خوض مباراة غزل المحلة ورحلة الفريق للنيجر. مفيش وقت قوي للراحة، اللي جاي مهم جدا، وهنا موسيماني بيبدأ بطولة بقى جديدة من أولها، يعني أفريقيا بتاعته من الأول تماما، وكمان الدوري. والبداية زي ما بنقول هي مبشرة يا أحمد، يعني مباراة امبارح بداية مبشرة مع موسيماني في الدوري الجديد. طبعا مشوار، أنت عندك مشوار طويل جدا، يعني احنا بنتكلم على، وخصوصا كمان انه السنه دي طبعا ما ننساش في كاس عالم، فبالتالي عندنا اكتر من بطوله ومحتاجين السكواد كلها تبقى كامله، وان شاء الله باذن الله كل واحد يقدم اقصى ما عنده عشان يفيد فرقته. ومناسبه كاس العالم، يعني من الاخبار اللي ممكن تبقاش كويسه قوي ان النهارده يمكن كابتن سيد كان بيتكلم على حاله النيجيري جونيور اجايي اللي بيعاني من اصابه في كعب رجله، والحقيقه يمكن يعني حتى اللحظه من المتوقع انه يغيب عن ماتشات النادي الاهلي في الفتره المقبله، وفي احتمال غير مؤكد حتى اللحظه برضو انه ما يلحقش بفرقه النادي الاهلي في كاس العالم. على كل الاحوال اجاييه هيخضع لبرنامج علاجي في الفتره اللي جايه، علاج طبيعي عشان يتم تاهيله بشكل كبير، وهيكون في فحص مستمر. بتفرق على فكره من لعيب للعيب، يعني ممكن تبقى الاصابه واحده وبنفس البرنامج العلاجي واحد، لكن استجابه اللعيبه للاصابه قد تكون مختلفه، ونتمنى انه برنامج العلاجي المحطوط لجونيور اجايي يساهم في انه يرجع لمستواه بشكل سريع ان شاء الله باذن الله. اصابه تعرض ليها طبعا في احدى مباريات الاهلي السابقه، اعتقد ماتش الزمالك في نهائي ابطال افريقيا.